والله أيوة مهرجان فسقي دولي حل ما بدأت السنة الماضية بدينا مع الحقيقة مهرجان موجه لكل فئات العمرية خاصة فئات ذوي معنا العائلات المحدودة الدخل. بدينا بقى عملنا الحلمة خذات صدى كبير للمؤسسة الفسقية. المؤسسة الفسقية هي مخزون ثقافي عالمي حبينا نسوقه في الإطار هذا المهرجان. اليوم احنا في افتتاح الدورة الثانية المهرجان الدولي الفسقي نحب من خلالكم نشكر كل أعضاء المهرجان وخاصة كل إطارات وأعوان المندوبية الجهوية للثقافة وكذلك كل الأطراف اللي تعاونت معنا خاصة وسائل الإعلام كل زاد المؤسسات الاقتصادية اللي قاعدة تدعم المهرجان هذا. إن شاء الله احنا تو البداية ثم إضافة جديدة هي الورشات هذه اللي شوفوا معنا طلعنا عليها وهي خاصة موجه لفئة شباب اليوم مستقبل بلادنا قاعدين يقوموا بدور كبير ياسر في التعريف بالمخزون الثقافي للقيروان. إن شاء الله هذيك البداية إن شاء الله عندنا سهرة افتتاح اليوم وأنا ندعو كل قراوة باش يحضروا مواكبة المهرجان هذا خاطر في برشا معناها برامج وفقرات الحقيقة تأثث جهة القروان وتعرف جهة القروان. ظاهرة حديثة هي معناها تاريخيا لكن معناها تتضمن برشا أفاق ثقافية كبيرة وبرشا معناتها أفكار جديدة وكل بادرة طيبة لأنها هي تشجع معناتها المبدعين الأصيلي القيروان منهم خاصة الشباب لأنه كما نعرفوا أنه قيروان هي ولادة معناها تنتج المثقفين بصفة متواصلة وكانت فكرة المشاركة بتاع الورشات فكرة مزيانة برشا. عنا نادي الروبوتيك اللي ينشط على امتداد السنة كاملة في المكتب الجهوي ابن رشيق اليوم طلبنا منه باش يكون حاضر في فسقية الأغالبة عرض نتاجاتك الشيء اللي خدمناه كل غادي استفادوا منه الصغيرات في الفسقية لهنا قدم هو التجربة اشرح عرفنا بالنادي ان شاء الله في افتتاح السنة الدراسية يكون اقبال اكثر واكثر على نادي الروبوتيكا في المكتب الجهوي. هذه من ناحية ثانية عندنا نادي الخط العربي زادة اللي يشرف عليه سي نصر قويم هذا زادة يخدم معنا مع المكتب الجهوي المكتب أم النيل والمكتب الصحابي ورشة الخط العربي. إضافة إلى هذا عملنا ركن للمطالعة فيها مطالعة عملنا نادي معرض لأعلام القيروان ومواقع قيروانية معرض رائع جدا فيه من التاريخ فيه من الشخصيات التاريخية شخصيات وعملنا معرض معرض للفنون فنون الرسم تشرف عليها أحلام عويشي في الحقيقة تقريبا هذا إضافة إلى ورشات أخرى نتاع مطالعة ونتاع ترغيب في المطالعة ورشات تحسيسية في كم المصحف الصغير وإن شاء الله في البرنامج تمتد الورشات هذه من الافتتاح اليوم حتى للاختتام. اليوم عملنا العرض هذا بمناسبة مهرجان الفسقية في دورته الثانية عملنا أربعة غنيات زوز شرقي وزوز غربي بدينا من اللول بالشرقي أهواك وقدش كان في ناس بعديك عملنا سوي وهيدرو جاك وكا جيت الفكرة على أساس أنه قبل العروض يكون فما ورشات تجي الناس باش تستمتع بالورشات وتستمتع بالعروض وكذلك أطفالهم يتكونوا ويكون فما نوع من الاستقطاب وربما لصناعة جيل مثقف وجيل واعي وجيل فنان وجيل راقي. دونك في الإطار هذا الورشات كانت ورشات مختلفة كل أنواع الفنون كانت موجودة فما الرسم فما الرقص فما الموسيقى فما الروبوتيك الفنون الجديدة فما المكتبة فما الفديوي فما الفوتوشوب والعالم تاع الترودي والحكايات هذوك من الكل. دونك ورشات مختلفة ينجموا يجيوا الصغيرات ينجموا يجيوا الأولياء يجيبوا صغيراتهم باش يستمتعوا قبل العروض. الدعوة مفتوحة لهم باش يواكبوا الورشات كذلك باش يواكبوا العروض وكما قاعدين تشوفوا المهرجان إن شاء الله يكون حقق ولو جزئيا نوع من الرضا عند الجمهور القيرواني العريض. الحياة فهم الحياة فهم زهرة الحياة.